سؤال يقول الوالد جزاه الله خير: من فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أو الكسوف كيف يقضيهما؟ طيب يا مشايخ، طبعا صلاة الكسوف والخسوف طبعا جزاكم الله خير هي عبارة عن 4 ركوعات في ركعتين، وجاءت 6 ركوعات في ركعتين، وجاءت 8 ركوعات في ركعتين، والذي عليه الجمهور والإجماع أنها 4 ركوعات في ركعتين، وهي عبارة عن صلاة طويلة يدعى الناس إليها بقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، من غير إقامة ولا أذان، وإن كان ذلك في وقت النهي. ويجوز أن نقول الخسوف والكسوف على القمر والشمس جميعا، ويجوز أن نقول الخسوف على القمر والكسوف على الشمس لدلالة لفظ القرآن: فإذا برق البصر وخسف القمر، ودلالة لفظ السنة كما عند في المتفق عليه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويجوز أن تطلق اللفظة على الاثنين معا ولا مشاحة في الاصطلاح. فيكبر الله أكبر ثم يقرأ جهرا سواء كان نهارا أو ليلا قراءة طويلة الفاتحة وبعدها سورة، ثم يكبر ويركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم يرجع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يرجع ويقرأ فاتحة وسورة، أو أن يكمل السورة التي بدأ في الركوعة الأولى، ثم يكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا إلى آخره، ثم يسجد سجدتين. فهذه تسمى ركوع، هذه تسمى ركعة فيها ركوعان، أو تسمى ركوعان في ركعة، ثم يكرر ما فعله في الركعة الأولى في الركعة إيش؟ في الركعة الثانية، ثم يسلم، ثم يعظ موعظة قصيرة كما أتت السنة. فالنبي بعدما صلى بهم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فصلوا وتصدقوا إلى آخره. موعظة تكون في نفس المناسبة وفي نفس المجال. من أدرك ركوعة واحدة، يعني هو جاء الآن في الركعة الأولى لكن حصلهم في الركوع الثانية، يعني راحت على الركوع الأولى، فنقول هذه الركعة كلها ذهبت، فيعيدها والقضاء يحكي الأداء، يعيد عبارة عن ركوعتين في ركعة بنفس الهيئة التي ذكرناها آنفا. وضحت مشايخنا؟ بعد ما يسلم يقوم ويأتي بفاتحة وسورة ويركع ويقوم من الركوع، ثم يأتي بفاتحة وسورة ويركع ويقوم من الركوع ويهوي يسجد السجدتين ثم يسلم. وضحت؟ وياك. نعم. أي طبعا الآن لما كان الخسوف الذي حدث في يوم 15 أو ليلة 14 من ذي الحجة الماضي أتى في وقت 4 و7 دقائق، والصلاة كان والأذان كان على 5، ما هو الضابط العلمي هنا في المسألة؟ يقولون لا، ما في فريضة الآن، الخسوف دخل ولسه باقي ساعة الآن على المغرب، على الفجر، نصلي الآن صلاة إيش؟ صلاة الخسوف، ثم يؤذن للفجر فنصلي السنة ونصلي الفجر. قولان للعلماء، قالوا وإذا بزغ الفجر فقد ذهب سلطان القمر، هذا اختار شيخ ابن باز، يقول لك إذا طلع الفجر القمر وين؟ خلاص راح، فلا تصلى، فخلاص يبقى صلاتنا احنا قد أتممناها. دي مسألة. المسألة الثانية قالوا لا، نصلي، وبعض اللي قال ولا يخرج سلطان القمر إلا عند شروق الشمس، فنصلي كمان بعد ما نغلق إيش الفريضة إذا كان ثمة وقت باق إلى الإشراق، نرجع تاني ونكمل لأن القمر لم ينجلي أو الشمس لم تنجلي. والسنة أن يصلى الخسوف من مبتدئه حتى ينجلي، حتى إيش ينجلي إذا كان لشمس أو لقمر. المسألة الثالثة، لو كان وقت الخسوف مع وقت الفريضة، لا شك أن الفريضة تقدم، لأن صلاة الخسوف هي واجبة، هي ليست مفروضة على صحيح من أقوال أهل العلم، هي سنة مؤكدة. فالذي يحدث إذا تعارض المفروضة مع الخسوف قدمت الفريضة، فإن صلينا الفريضة والخسوف باق صلينا الخسوف. ركعتين ركعتين إلى
لا حبيبي، احنا بس هذا المسألة الأولى اللي احنا قلنا يرجع نجيب تاني هذا الكلام، قلناها لأن قطعت الخسوف بدخول ايش؟ وقت الفريضة، صلينا صلاة تامة. لكن الصحيح أن تكون الصلاة طويلة، الصحيح النبي صلى صلاة طويلة رأى فيها الجنة والنار وتقدم وتكعكع، حديث طويل عند حديث عائشة عند الإمام البخاري وأنا مسلم. الصحيح أن تكون صلاة طويلة، فإن كان الإمام ما هو حافظ أو صلى صلاة ليست بطويلة أو على قدر ما تيسر لهم ثم سلم، فالأولى من الناس أن يستمروا في الاستغفار والصدقة حتى إيش؟ حتى تنجلي. إن تعارض الخسوف مع الفريضة قدمت الفريضة، فإن صلينا الفريضة وقت الخسوف لا زال باقيا قمنا وصلينا إيش؟ الخسوف. أو إن صلينا الفريضة وانجلى فالحمد لله فلا نصلي. نعم. هذا ممتاز، هذا ممتاز، هذا خلاص ما يصلي بدون، لا في إن رآه يصلي بدون مشاكل، ما يكون عنده نوع من ما يسمى الحرج في الوقت، بالعكس هذا ميسر جدا عنده، يصلي ويعين خير وكذا ولسه باقي ساعة لحد ما يرى إيش الكسوف. والسنة في الكسوف هل بما يأتي من لتعلموا عدد السنين والحساب؟ لا، لابد أن ترى، فإذا رأيتم ذلك لابد أن ترى، إذا رأيت بعينك قم تصلي، ما رأيت شيء لا تصلي. حتى وإن في التقرير قال والله الساعة الفلانية سيبدأ كذا، طب هل في تحديد تلك الساعات مخالفة شرعية؟ لا، ما في مخالفة شرعية، يعني الله عز وجل قال لتعلموا عدد السنين، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، ما في مانع. وأيضا قال لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، ما في مانع.